نهار في مدينه طنجه بالنسبه للمستشفى محمد السادس اللي وقعت البارح. غنقول انا داك السيد المرحوم جا للمستشفى البارح في الصباح وكان في حاله شويه حرجه، عنده ضيق في التنفس وواحد التوتر. تلقى العلاجات، تعطالو الاكسجين اللي كان كيحتاج له، وفي العشيه مور ما شافوا الطبيب وقرر انه يدخلوا الانعاش باش يتلقى مزيد من العنايه. بمجرد ما دخل القسم ديال الانعاش، تفاجئنا بالسقوط ديالو من القاعه اللي كان مخصصه باش ينعس فيها. مور ديك السقوط هذاك قمنا بالاجراءات اللي خصها تقام، دارلو الفحوصات مركزه، دارلو سكانر من الراس ثاني الرجلين اللي ما بينتش شي حاجه خطيره بزاف، ورجعنا للقاع ديالو وتلقى ديك الساعه تلقى الباقيه من العلاجات. في الليل تزايد عليه الحال والعاقبه راه كاملين عارفينها. وهذا الشيء راه كاين السلطات اللي معنيه اللي ماشي تشرف على هذا الملف وتوضح جميع المعطيات ديالو.